الاثنين والخميس. الاثنين آكد أفضل. صيام ثلاثة أيام من كل شهر. هريك مهيناك تين دين ما روزارك. صيام الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري. مانسلي خامس عشر تيرا جودر رفاندرا هجري كالندر كون شهر روزارك. صيام يوم وفطر يوم. إيك دين روزاركني رأربو دين أربو دين روزارك. صيام ست من شوال. صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان. شوال مهيناكو 6 دين روزا راكن فرض. شوال مهينا ما 6 دين روزا راكن فرض. صيام محرم وشعبان أكثر الشهر. محرم مهيناكو روزا. رستغي شعبان مهينا ما روزا. صيام يوم التاسع والعاشر والحادي عشر عاشوراء. عاشوراء روزا 9 10 11 تاريخ.